الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب بكل الساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وفي النهارده حلقه كده هنعملها عن الفادج وعن الجاتو الشوكولاته، نشوفها النهارده مع بعض. كيكه جميله وسهله، ونقدر نعمل منها كاب كيكس ان شاء الله قدام حضراتكم، ونقدر نعمل منها جاتو بالصاج او الصاج اللي عندي، ممكن ان انا اقدر ان انا اقسمها وتطلع منها جاتو بمنتهى السهوله. يعني هي دي بس الحلقه النهارده، عاملين حاجه سهله كده وبسيطه، ونقدر ايه نشرحها كده بالتفصيل واحده واحده خالص، ونعمل الفينش بتاعنا ونعمل كل حاجه، حتى الكب كيس اللي هنعمله النهارده ان شاء الله ده اللي هنطلعه على الهواء ان شاء الله، ونبدا اللي احنا نديله الفينش بتاعنا. اي اسئله واي استفسارات ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. نبدا نشوف المقادير بتاعتنا، وعامل مقادير 6 بيضات. ست بيضات على الكميه دي؟ لا اكيد طبعا، ما هو اكيد في كميه تتبقى، هعمل منها صاج صغير عشان اطلع منها الجاتو ان شاء الله. فيلا ننزل المقادير ونشوف ايه، نبدا مقاديرنا ازاي. اكتبيها كده او صوريها بالموبايل كده، تبقى الموضوع لطيف جدا وسهل. يعني ست بيضات، عندي ربع كيلو من الكاكاو الغامق، نص كيلو من الدقيق. عندي انا عامل مقادير دي زي ما اتفقنا، هي مقادير كتير، فاهمه ازاي؟ فهي بتعمل كميه كبيره. اقسم المقادير دي على اتنين، تلات بيضات كده، تبقى الموضوع تقسميها هتلاقي الموضوع سهل جدا. نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السكر، 200 مللي من زيت الذره، عندي باكو من البيكنج باودر، وعندي فانيليا، وعندي ميه دافيه في الاخر خالص بضيفها، احصل على قوام محترم جدا جدا للفاتش. يعني الميه مش حاططها لك المقادير، هي هتبقى 200 مللي، لكن هي بتبقى كوبايه بتتحط وخلاص، ميه دافيه بتحل المقادير دي كلها وبتظبط لي الدنيا جدا. الكاكاو لازم يكون غامق، كاكاو الحلويات مش كاكاو بلبن، كاكاو غامق تمام. وكل ما الخامه بتاعت الكاكاو بتبقى عاليه طبعا، كل ما تحصلي على كيكه شوكولاته محترمه يعني. طيب اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عندي الحله بتاعت العجان، ونبدا ناخد عندنا اول حاجه الست عدد بيض، نحطهم عندنا هنا. تمام حبيبي يا حمد، ربنا يخليك نحفظك يا باشا. ست عدد بيض مش مشكله عادي. تمام، بعد كده شويه فانيلا صغيرين اهم، وبعد كده السكر. حلو، نحط كله مع بعضه كده اهو. نبدا ايه في العجان شغل. خلي بالك بقى الفاتش ما بيش غير كيكه اسفنجيه، يعني هو مش كيكه اسفنجيه او مش سبونش كيك، هو فاتش، فما بيتضربش البيض والسكر وعليهم، ده مهم. هي السرعه بتاعت العجان، انا عندي مثلا في العجان هنا ست سرعات، هي على السرعه الثالثه نتكلم مثلا بالظبط كده على السرعه الرابعه، بس ما عليش بقى، بلاش علي السرعه بتاعت العجان، لان عشان انا مش عايز هواء كتير يبقى موجوده في الفادج. الفادج دي بتبقى كيكه جميله جدا جدا، وساعات اصلا هي ما بتحتاجش اي حاجه، لا شربات ولا كريمه ولا اي حاجه، تاكل كده لوحدها اصلا، ممكن على الفطار كده تقطعيها وتاكليها. حلو، فالفكره بس بدوب السكر مع البيض، كلام جميل. نمشي واحده واحده، هجيب عندي منخل او مصفى، ونبدا ناخد عندنا الكاكاو الغامق اللي هو الربع كيلو على نص كيلو من الدقيق. قلت لك تقدري تقسمي المقادير ايه على اتنين، ادي الكاكاو الغامق، وادي عندنا البيكنج باودر قدام حضرتك كده اهو، بايه بنقلبهم كده مع بعض، وابدا ان انا انخلهم نخله كده محترمه. بسم الله اهو، كلام جميل. فكره ان الفادج ما بلاش نعلي السرعه عليه، لان انا مش عايز ادخل له هواء. طب الكيكه السنجيه لما نيجي نضربها اسمع الصوت كده، بنعمل كيكه سنجيه، لكن الفادج يبقى السرعه فوق المتوسطه. لو مثلا لو عندك ميكسر زي ده او عجان زي ده، بتخلي لو سرعه ست سرعات على السرعه الرابعه، فاهم حضرتك ازاي؟ ده مهم جدا. يعني نجيب عندنا هنخل الدقيق مع الكاكاو، النخل ده بالنسبه لي مهم جدا جدا. او في اي رطوبه في العجينه في الدقيق اول حاجه بتطلع، او في الكاكاو برضو بتطلع،
وفي نفس الوقت هو بيمكس لي الثلاث حاجات اللي انا حاططهم مع بعض، اللي هو نص كيلو دقيق والربع كيلو من الكاكاو والباكو من البيكنج باودر. تمام، يلا اهو واحده واحده كده. نبدا ندخل كده اهوت كده 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 اهوت اهو، سهل جدا. وبعد كده تشيل الباشا ده على جنب ونبدا بقى نعمل ايه بقى، نقوم واخدين عندنا زيت الذره ونبدا ننزل واحده واحده على الخليط اللي موجود عندي على العجان، اللي هو 6 عدد بيض وربع كيلو من السكر والباكو فانيليا. بسم الله. واحده واحده يا باشا بقى، يعني خيط رفيع كده اهوت ينزل ايه، بينزل مزيكا كده. هيبقى ناقص حاجه واحده بس غير الحاجات ديت، هي ال 200 مللي من الميه او كوبايه ميه دافيه وخلاص، وتريح نفسك كوبايه ميه دافيه. واقول لك على القوام اللي انت محتاجاه في الاخر. الكاتل يا شباب كان موجود هنا، الكاتل يا مهاب، الكاتل خد ميه دافيه محمود، ميه دافيه كده. عايز اوريك بقى ايه شكل الخليط. بص عامل ازاي القوام بتاع الخليط نفسه، عامل ازاي اهو بالظبط. هو مش فوم يا جماعه، يعني هو مش عايزين الفوليوم بتاع الحاجه ديت تبقى عالي وكده لا، هو خلاص بص كله بقى مع بعضه ازاي، فالخليط كله اندمج مع بعضه. الله، بس كده ده المطلوب اثباته. نزل، والفكره كمان ان السكر يبقى ايه، يبقى لازم يعني يدوب جوه البيض، ده مهم جدا. والزيت ينزل واحده واحده عشان الخليط اطلع كيكه ناعمه ملهاش حل. طيب انا هنا لازم قبل ما اعمل الكيك بتكون ظابط الفرن شغال فوق وتحت، درجه حراره 170، الفرن شغال ايه فوق وتحت، ده مهم عشان الكيكه تطلع معايا مظبوطه. ممكن نجيب بقى صاج زي ظريف زي ده كده، ممكن صاج صغير اصغر. ازاي بقى بنعمل شكرا هنا، هقوم جايب الصك كده، بقوم حاطط عندي ورق الزبده طبعا هنا كده حلو، هقوم جايبين دي كده على قد ايه، على قد الصاج بالظبط زي الفل كده، بميه ولا زبده ولا حاجه ولا زيت، بميه كده كده. ورق الزبده ده اهوت عمره ايه ما يلزق خالص ولا يخلي الكيك بتاعي يلزق معايا. هو ما اعمل ايه، ايديا كده اما حد كده بالراحه كده من فوق كده نديها كده ميه، وبعد كده نقوم حاطين عليها ايه ورقه الزبده دي بس كده. المقادير عندي بقت تمام جدا. نقوم رافعين الباشا ده، نقوم حاطين الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر قدام حضرتك كده، نقوم منزلين ونقوم مشغلين بس كده. الميه الدافيه بقى اللي هي ال 200 مللي من الميه بنبدا ننزلهم على خليط الفادج. بس كده خلاص، اخر حاجه خالص هي الميه اللي بتضاف عليها من فوق، ميه دافيه ليه بقى؟ عشان لو ميه ساقعه هتكتل منك الدقيق والكاكاو، لكن الميه الدافيه تظبط معاكي الدنيا جدا. طيب عايزين بقى نتفرج بقى على القوام يا محمد اللي انت ايه عمال تحكي لنا عليه ده قدام حضرتك اهو. بص القوام عامل ازاي، مزيكا، علي بقى براحتك كده كده مش هيعلى خلاص طالما حطيت الدقيق الخاص بالكيك وحطينا المقادير زي ما قال الكتاب، خلاص كده هو مش هيعلى معاك. طب اقدر اعلي دلوقتي عشان يبقى في ميكس مظبوط للايه للمقادير. كده اهو، اشرب بسرعه بس كده عشان اعمل حاجه، لازم طبعا الحروف والجوانب ديت بتيجي طبعا
عشان بتبقى فيه دقيق كده منجور. بص حمدي القوام عامل ازاي بتاع الكيك عالمي. بقوم جايب عندي القمع الجميل ده اهوت، وابدا اصب هنا، ونبدا نروح عندي على فورم الكب كيك دهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا ايه لثلاث ارباع الفورمه بالظبط، ثلاث ارباع الفورمه بالظبط وستوب، وندخل الفرن ونسوي ونكمل ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. ده الفادج اللي احنا عملناه، طلعنا منه الكب كيكس الصغير وعملنا منه صاج ودخلناه الفرن اللي تحت، ففي المقدار اللي انا عملته كبير، فعمل 12 قطعه وعمل صاج مقاس 25 في 30. انا عندي مقاسين في الصاجين بالمناسبه، انا عندي صاج 30 في 40 عشان بحب الحاجات دي كلها اعرفها بصراحه وانا شغال، في عندي صاج 30 في 40 سنتي وفي عندي 25 في 30، تمام. عندي مقاسين اتنين للصاجات لان انا عندي الفرن اللي فوق اصغر من الفرن اللي تحت، وساعات في مقدار بيتبقى فما بحبش احطه في نص الصاج، فبالتالي انا جبت صاجات والمقاسين بيبقوا عندي بصراحه وعمليين جدا 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 بصراحه. يعني اهو انا جايب مقاسين اتنين من الصاجات، تمام، عشان كده بحب اقول لك المقادير دي عملت كام، هي دي الفكره. يعني مقدار المقدار ده عمل 12 فورمه كاب كيكس وعمل صاج 25 في 30 سنتي. جميل. طيب لو احنا عملنا في صواني كيتش نوفا اللي قدام حضراتكم ديت، يعمل كام صينيه؟ يعمل بنتكلم في صينيتين من دول، صينيه اللي هم الفورم الكيك ديت، هتلاقيها هيعمل مثلا واحده 24 وواحده 26. المقادير ديت هتملى نص المقدار هنا ونص المقدار هنا، فتقدر تطلع لك ايه لو هتطلعيها في، طبعا في لو هتعمليها في صواني، يعني عشان الناس بتسالني كتير قوي بتقول لي لازم تقولي المقدار بيطلع قد ايه، فالحاجات دي بقيت بركز فيها قوي. طيب هنا كريمه، كريم شانتيه عادي جدا، حلو، نقوم حاطينه هنا في العجان عشان انا هبدا اعمل ايه الجاتوه بالفادج اللي احنا عاملينه، وفي نفس الوقت ايه هعمل زينه برضو، هزين الكب كيك اللي احنا عاملينه ان شاء الله وهوريه لحضراتكم. هنا الكريمه بحطها، وبنحط عندنا الباشا ده جناش معمول سهل جدا جدا، يعني مقاديره بمنتهى السهوله، نص كوبايه كريمه طهي، وبتعمل كريمه طهي افضل جدا من اللبن، او لو عايزه تعمليه بلبن شغال، كوبايتين اتنين شوكولاته، واللي بيديله اللمعه دي معلقه زبده او مكعب زبده، وفي الاخر خالص بقوم حاطط شويه ميه سخنه صغيرين، حوالي 4 معالق او ربع كوبايه من الميه السخنه، بتظبط الجناش ظابطه، بتخليه بالشكل اللي قدامك ده، تمام، اللي هو الميه السخنه بالظبط. حط عندي شوية جناشة هومن هذا الكريمة، وخلي دول احتياطي معايا، مش هحطهم في التلاجة بره كده، لو احتجتهم هركز تاني. شغل كده، الكريمة بقت شوكولاتة عندي خلاص، اللي هو الجناش اللي احنا عملناه والكريمة اللي احنا عملناها. الكريمة بتبقاش ساقعة، يعني الفكرة برضو الكريمة تكون لسه مخفوقة، تقومي حاطة عليها الجناش على طول تشتغل معاكي زي الفل. الجناش ده بيتعمل ازاي؟ اهو ادي كريمة الطهي بتتحط هنا، ممكن بلبن طبعا ما فيش اي مشكلة، يعني ممكن تعمليها بحليب عادي جدا. بقوم حاطة عليها شوكولاتة الغامقة، الشوكولاته الميلك لو انا عملتها بيها هتطلع اللون ده افتح من كده، ف
فاهمه ازاي؟ فعشان يطلع موس الشوكولاته حلو قوي بين اللي احنا بنعمله ويطلع اللون زي ما انت شايفه كده، فبحط شوكولاته غامقه مش شوكولاته بلبن، لان لو شوكولاته بحليب اللي احنا حطيناها او ميلك اللي للاسف هتلاقي الكريمه ديت لونها فاتح قوي. تمام؟ في ناس تقول لك طب ما انا ممكن احط ميلك مع كاكاو، لا خلينا في غامقه، ما هو عندك كذا نوع، في الابيض وفي الغامق وفي الحليب، خلاص اشتغلي بالغامق على طول الجناش. بحط الكريمه والشوكولاته عندي لحد ما يدوبوا معايا كويس جدا، وبعد كده بقوم حاطط عندي مكعبين 2 زبده، واخر حاجه خالص ميه سخنه، معلقتين كده او 3 معالق ميه سخنه. تعالوا بقى نشتغل عندنا في الشغل بقى الدلع بقى، ونشوف هنعمل ايه. هنا فرمه الفادج بعد ما بيطلع ويبرد معايا الصاج اللي احنا عملناه، عاملين طبعا واحد قبل هو لازم عشان الكيك ده يبقى بارد، نقوم ايه مقسمين بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. اول واحدة ناخد ايه، تاني واحدة، هما 2 يعني، اكيد طبعا يعني كلكم شاطرين وعارفين اللي مفيش اي حاجة بتترمي خالص من الدبريهات بتاعت الكيك يعني. بص الفادج ما شاء الله حاجة محترمة جدا، ننزل كده جاتوه بمنتهى السهولة بتعمل. اخد عندي ايه بقى، مربى قطع على الفادج نفسه اهو، مربى قطع تتحط هنا كده وافردها على الكيكة نفسها، دي بتدي طعم وتست غير طبيعي وجامد جدا، عشان ايه مع الشوكولاتة هي ما بتبانش في الشكل لكن في الطعم بتبان. اهو مربى قطع كده بتتحط، الشوكولاته تقبل مكسرات، ما عمرها ما تقول لا، يعني ممكن تحط سوداني براحتك بس بعد ما تحط الكريمه. هذه الكريم شانتيه اهيت مع الشوكولاته قوامها تمام جدا، نقفلها. وبعد ما بنقفلها بنروح ايه مقسمين الباشا ده كده اهو، كده اهو يا باشا، هو يعني طبقه كريمه كده بسيطه، وتقدري تحطي زي ما اتفقنا نقدر نحط عادي جدا المكسرات، لو عايزه تحط اي مكسرات اي نوع مكسرات عندك تقدر تضيفي طبعا الكلام ده كله مع بعضه. بسوي بس الفادج بتاعنا كده من فوق، كيكه جميله بتبقى ناعمه جدا اهو كده، ومحطينها القطعه الزياده ديت. انت بتيجي ازاي بقى؟ ايوه هنا كده بس. ايوه كده اكبس بقى كده ايه وروق على حالك عشان ايه تطلع عشان تطلع مظبوطه معانا ان شاء الله. تقومي جايبه ايه لو في زياده كده ولا حاجه تكبسيها الكبسه كده التمام. هنا بقى مرحله الفريزر، يعني طالما عملت حاجه في فورمه انت تحطها في الفريزر تشتغلي معاكي زي الفل، سيبيها بس 2 ساعة يجمد معاكي تبدأي تطلعي أحلى شغل منها. كب كيك خلاص أصلاً أعتقد يعني تمام يعني. إن شاء الله زي الفل. هنطلعه ونسيبه يبرد بره. ما بياخدش وقت خالص هو على طول. وهنديله الفينش بتاعه دلوقتي وهنظبطه آخر تظبيطة دلوقتي. تعالى اعمل ايه بقى، هي دي بعد ما بتطلع من الفريزر بقى، دي اللي هي الكيكه دي بعد ما تطلع من الفريزر نديها طبقه كريمه كده من فوق اهو كده، كده كل ده هيتقطع ويتنضف حمدي اهو.
ينفع الحشو ده الشوكولاته، احلى حاجه تاخد كريمه شوكولاته، يعني بلاش نعمل فانيليا خالص مع الشوكولاته عشان تطلع طعم حلو. طبعا الجاتوه ده كنت مستحيل اشتغله بكريم شانتيه اصلا، يعني انا ما بحبش جدا خالص ان انا اشتغل الجاتوهات بالذات زي ما انتم عارفين كده في البرنامج، متعودين عندي على كريمه النباتي اللي هي السايله، فانا عمري ما بشتغل بالكريم شانتيه عشان العرق اللي بيبقى موجود فيها ما بحبهوش خالص في الجاتوه، احب الكريم النباتي السايله، ولكن الكريم النباتي السايل دلوقتي كله بقى مستورد، فطبيعي ان احنا خلاص مش هنقدر نستخدمه احنا حتى كشفات، فبنقدر نجيب عندنا الكريم شانتيه باودر ونبدا اللي هو البديل له ونبدا اللي احنا نشتغل بيه، فعلى قد ما نقدر نطلعه مظبوط عشان يطلع الحاجه معانا صح الصح. بص يا باشا، الله اكبر، حلو. طيب ونبدا نعمل ايه بقى؟ اجيب عندي ميه سخنه، ثواني بس معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الجاتوه في اقل من دقايق يطلع معاكي زي الفل. لا يا صاحبي ده كده تمام اهو، ميه سخنه بقى كده تحط هنا كده، ولا بتقطعي ولا اي حاجه، يعني ما بتقطيش حروف بتتقطع خلاص لان انت عاملاه في فورمه، فاهمه ازاي؟ لو احنا نقطع امتى؟ لو احنا بنحط الكادرات فوق بعضها من غير فورمه، طالما حطاها في فورمه خلاص، امال بقى لو حطاها في الفريزر كمان يطلع معاكي عجب. نبدا نقطع كده، نحدد الاول، نعلم. بص يا جماعه اهو لازم تعملي كده اهو، كده وكده كده. كل واحدة واحدة لازم تحط فين؟ في مية سخنة. بص يا خال، بص الجمال، بص يا كتر الجاتوه عامل ازاي، بس يعني ومكبوسه مظبوطه واللايم مظبوط وطبقه الفادج مظبوطه، فبالتالي هتلاقي ايه قطعه الجاتوه دي اصلا تتباع بره والله بارقام، يعني يا جماعه انت تعمليها في البيت اهي، عملتها قدام حضرتك ما خدتش مني مفيش دقايق تطلع معاكي حرفيا، يعني الناس اللي بتخاف من موضوع الحلويات تشتغل في البيت حلويات وبتاع وخايفه من الجاتوه يطلع مش مظبوط، اهو اشتغلي بس بالامكانيات ديت، وبلاش الترانش اللي هو بتاع الايه العيش اللي هو التخين ده تقطعي بيه، صباح الفل هيخليها لك شوربه، هو ده اللي انت بتشتغلي بيه اللي هو اللي بيلب ده اللي هو الطويل ده او رفيع، لكن اللي هو بتاع العيش اللي بيبقى عندنا في طقم الساكين ده مالوش اي لازمه، هو ده اللي انا بشتغل بيه عشان كده التقطيعه بتطلع مظبوطه. تمام جدا تمام، تعالوا نجيب طبق ونقدم حمدي الجاتوه عليه، تشيل قطعه قطعه، ولو عايزه مثلا تعملي لها فينش كده حلو ممكن نعمل لها فينش كده جميل بالشوكولاته وتتظبط معانا، نشيل كده واحده واحده اهي ونبدا نحط هنا، بسم الله اهو، نشيل روح جيبي قطعة الجاتوه دي من بره خلاص هتلاقيها دلوقتي ب 60 جنيه. لا يا باشا في البيت وروق على حالك كده وظبطي الأولاد واشتغلي بالمقدار اللي احنا بنشتغل بيه بفضل الله يطلع معاكي الحاجة ما فيهاش غلطة يعني. أهو ونطلع كمية، ده احنا لسه على فكرة الصاج ما خلصش كمان، خلي بالكم ده كل ده احنا بنتكلم في ثلاث أرباع الصاج بالظبط اللي احنا عاملينه. ماشي؟ نعمل إيه بقى؟ بقوم عامل دي.
البساطة حلوة، البساطة حلوة، يعني كل ما الموضوع يبقى فيه بساطة في الديكور كل ما يكون أحلى. فما عايزة إيه؟ عايزة تاتش كده بسيط كده ممكن تعمليه؟ ماشي، هو ممكن نعمل تاتش بسيط جدا اللي هو البسكوت أهو، لو عايزة مثلا كده، بصي التاتش البسيط ده، بصي سلام، قرمشة بقى مع الفادج ده، فبيعمل شغل عالي جدا. أهو بسكوت شوكولاتة، بس كده هيطلع معاكي زي الفل، حاجه محترمه جدا. اقدم ممكن نجيب ايه طبق كده صغير اعمل لك عليه برضو قطعتين اتنين، والله مش مشكله يعني. انا كنت معلش الجاتو، شيل الجاتو بقى منين؟ شيل الجاتو كده يا حمدي، يا شيل الجاتو نفسه، لما نيجي نشيل الجاتو بنشيل كده اهو كده من تحت كده، فاهم ازاي؟ وبعد كده تقومي شايله كده وتقومي حاطه بايديك كده، ده مهم جدا على فكره عشان تطلع الحاجه ما فيهاش اي مشكله. اهو كده شوفوا بقى احنا ايه مستعجلين واحنا شغالين هوا. انت في البيت بقى لو انت دخلتي الحاجه دي في الفريزر اتفرج على جمالها. وعايز اقول لك طبقه المربى اللي بتبقى اللي بصي هي باينه في الكاميرا اهيت اللي هي بتبقى دي، اتفرج عليها اللي في النص ديت بتبقى عامله ازاي وانت بتاكلي الحاجه ديت وتستمتعي بيها بالف هنا وشفا يعني. اهو فادج بالظبط بتسيبها، تعالى نطلع الفادج يا حمدي اللي احنا عملناه اهوت على الهوا، اهو اللي في الصاج اهو، ما شاء الله ما شاء الله، بص الحلاوه. انا بعرف اللي هو استوى حتى من غير ما اجيب خل، اصل بقى له قد ايه؟ بقى له فتره يعني، ده داخل في ربع ساعه، بصي في النص اهو السكينه طالعه زي الفل. لازم ما ينفعش ندخل الحاجه سخنه يعني، ما ينفعش اخد الصاج دلوقتي واقوم ادخله الثلاجه، سيبيه يبرد الاول كده حضرتك بتاخديه حطه في الثلاجه ساعتين او ثلاث ساعات او بالليل بقى بالروقان كده تقومي مطلعه الحاجه ديت وتبداي تشتغلي فيها، فاهم ازاي؟ ناخد فاصل صغير كده حمديكا وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. اهلا بيكم ورجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ الكب كيك خلاص، شفت الجاتو خد وقت معايا ولا وقت ولا اي حاجه، كل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا، والحلويات مفيش اسهل منها غير ان انت تظبطي مقادير اي حلويات حتى لو حلويات شرقيه، تظبطي المقدار هتلاقي الحاجه طالعه زي الفل ان شاء الله. الكب كيك قدام حضرتك طلع اهوت، بنبدا نعمل ايه يعني؟ تعالوا نبدا هنا الاول، بصي
ماشي، شايفه البلبله ديت جميله قوي. بص انت يعملها يمين كده وكده وكده وتقومي شايله كده. ماشي يا حمدي. تاني بص يا استاذ، البلبله دي بتبقى انا عايز اوريها لك شكلها، معلش، ولها كذا طريقه استخدام اهي. معرفش بقى شكلها باينه في الكاميرا ولا لا، فاهم ازاي بتبقى ازاي عامله ازاي؟ في منها بتبقى ساده اهيت، في منها بتبقى الساده، في منها ديت، يعني شوف اللي انت عايزاه كده. بصي بصي واعملي الكيس كده ورجعي تاني كده وكده ورجعي تاني كده وارفعي لفوق. ها وانت بترفعي لفوق نعمل تاني كده ومين كده شمال كده اهو ونرفع لفوق. ماشي طبعا. ايه لما الكريمة ديت لو الوان بقى وفيها حركات بتعمل شغل عالي جدا. بالراحة خالص واحنا بنشيلها تطلع معاكي حاجة جميلة جدا. شايفة شكلها شيك ازاي؟ كريمة شوكولاتة على كب كيك جميل، موضوع حلو جدا. ممكن نعمل ايه بقى؟ نص فراولة كده اهو اهو، في النص هنا، في النص، في النص هنا، الله عليك اهو. بص يا باشا الجمال، شكلها بتبقى شيك جدا جدا، وبتبقى بتبقى لطيفه قوي بصراحه ان انت تطلعي حاجه. بصي شكلها بالبلبله عامل ازاي. في بلابل تانية حد السنه مطلعها كده، لو لقيناها والله نشتغلها. استنى يا نفسي دي، ايوه اهي الساده اهي، لقيتها والله. طب زي الفل الحمد لله. مهاب انت كنت جايب لي المقص هنا مهاب صح؟ بص يا حمديكا ده، دي ساده اهي، دي ساده، دي مش هتشاره اهي، دي ساده، فاهم ازاي؟ اهي اهو هنا كده نقطع عندي كيس ونشوف الاول ايه اللي هيحصل. يعني لسه بس كده اهي، حطيناها جوه كيس الكريمه زي الفل. هم واخدين بقى الباشا ديت ومفضيين الكيس ده فين؟ هنا، عشان ما نرميش اي حاجه، لان بقى ايه في حاجات عماله تتبقى مني بقى. الدبريهات دي كلها ناخدها ونقوم حاطينها في العجان كلها مره واحده. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل بقى بوتس كيك ومنتهى السهوله برضه. طيب انت متخيله ان المقادير ديت هي اللي مطلعه كل الكميات الجاتوه والكب كيك اللي قدام حضرتك ديت؟ طيب وهينفع ان انا اعمل بده مشروع؟ اه طبعا ينفع تعملي مشروع، بس الفكره بقى ايه؟ مشروع الجاتوهات بيفرق كتير جدا عن الساليزون وعن وعن الميني كنابيه والحاجات ديت. في ايه؟ حفظ طبعا التلاجه، فاهم ازاي؟ في حاجات دي محتاجه طبعا عشان تتنقل لازم تلاجه، لازم تبريد، فاهم ازاي؟ لو عندك اشتغل وتوكل على الله. بص ديت، دي بقى هنعمل كده. حتة جناش بقى وقفت معايا هنا، شكرا. عادي بقى شغال، يعني هي مش هت يعني شكلها حلو برضه، هي طالعه ايه عشوائيه برضه جميله، فاهم ازاي؟ لكن بتطلع احلى من كده بالمناسبه، يعني هي شكلها حلو ما فيش حاجه، بس بتطلع احلى من كده كمان. لو حضر محمود والنبي محمود شويه، لو حضراتكم اللي ما فيهاش جناش امسك فيها تبقى محترمة جدا. ده شوية سوداني ممكن من فوق زي ما انتم شايفين كده اهو. بس يا باشا حط الباشا ده كده، روح فين هنا كده. بص الانتاج بقى عامل ازاي، بص الحلاوة والشياكة. ده الصاج الفادج اللي احنا مطلعينه حمدي صح كده؟ اه. طب بنعمل فيه ايه بقى؟
ازاي بيتم تخزينه حتى في التلاجة. لازم تتفرجي على ايه، على الايه اللي احنا هنعمله دلوقتي، لان ده برضو مهم جدا. يعني الفكرة ازاي انت بتخزني بقى صاج فادج في التلاجة، ورق زبدة ونقطعها كده، كلام جميل. وبجيب عند الحروف ديت اسلكها كده سكينة او بأي حاجة هيت، حلو الكلام. وبعد كده بنقوم عاملين ايه، واخدين دي كده اهي يا باشا، واجيب ظهر صاج ونقوم حاطينها كده ماشي. وبعد كده نقوم قلبين رايك. وبعد كده نقوم شايلين دي ورقه الزبده اللي احنا حطيناها. الله اكبر، شكرا. عندك صاج فادج اهوت، تبداي تعملي ايه بقى؟ تسيبيه يبرد. لازم تتاكدي وانت بتحطي ايدك هنا مفيش حراره، مفيش درجه حراره خالص نهائي. بعد كده بتقوم غلفاه بالستريتش ومدخله التلاجه. اللي هيحصل ايه بقى؟ لما تيجي تقلبي هتلاقي الوش بتاعه كله طالع في ورق الزبده ده. شكرا، هو متقشر، لوز مقشر ليكي. خشي على طول واشتغلي بيه الجاتوه اللي احنا عملناه، او تعمليه في فورم الكب كيك اللي احنا عملناها وتشتغلي بيها اللي انت عايزاه اشتغلي بيه. كله سهل. طيب في بقى حاجه قبل ما اطلع فاصل بقى، بص في شويه كلمات هنا، فاهم ازاي؟ ما الحاجات دي كلها يا جماعه بتحصل لنا والله في البيت، يعني مفيش حد بيطلع الحاجه كلها نظيفه 100% يعني، او بيستخدم كل الخامات 100%. فبنعمل ايه؟ حتى معظم المحلات لازم تشتغل كده عشان الكوست، لان الحاجه دي كلها فيها فلوس. كل الجناش والكريمات اللي جوه الحله عادي يا حمدي لو جبت شكلها عادي يعني بالمناسبه. لا يا صاحبي عادي، يعني انت عارف عادي جدا، مش بتحصل في البيت يعني دي ولا ايه؟ بص يا باشا كده اهو. لا يا باشا كل حاجة يعني بتحصل عندنا في البيوت بقى، صح كده؟ فبقوم واخد الكريمات دي حاططها هنا. وناخد عندنا كل الكيك الباقي ده بحلاوته كده ببهريزه كده، نقوم حاطينه هنا. وأقوم واخد عليهم شوية سوداني، لا ده بقول لك ايه، ده بتبقى متظبطة تظبيطة جميلة يعني. شوية سوداني هنا. عندنا قطعتين جاتوه اهوت برضو، نقوم حاطينهم هنا. كل الكيك يا سعاده الباشا، عندي واحده او اتنين كب كيك اهوت اللي احنا عملناه على الهوا، كانوا طالعين مش مظبوطين اهم، اقوم حاططهم هنا. حته مربى صغيره قطعه. اقول لك ايه، ده موضوع تاني بقى، هناخد الكلام ده كله نقوم ضاربينه بمضرب كف، تعمل لي عجينه حلوه نعملها بوبس كيك وناكلها بالهنا والشفا. نشوفها ولكن بعد الفاصل. فكرة بقى يا جماعة، هو مش شرط البوبس كيك اللي احنا عملناه، بص بقى عامل ازاي، ده فيه مربى وفيه مكسرات، مش شرط ياخد شوكولاتة من بره يعني خالص بالمناسبة. بصي بحطه ازاي كده اهو بمكسرات. بص عندي ما شاء الله مطلع كمية كمية حلوة جدا، تقدري تعمليها كده اهوت يا باشا
وتقوم واخداها كده وتحطها فين؟ على السوداني المجروش كده. والله من غير شوكولاته ده بيبقى حكايه، ده فادج اصلا كمان مش كيك، فهتلاقي طعم البوبس اصلا خطير. فمش شرط ياخد شوكولاته يعني، يعني في ناس او جليس مش شرط خالص يعني، ممكن ياخد اي حاجه، وممكن تسيبيه ساده على فكره وهيبقى طعمه حلو جدا. ماشي، بس لو انت هتعملي بقى هتحطي له عصيان، لو انت هتحطي له عصيان زي ديت يبقى لازم العصيان دي تحطها بالشوكولاته كده وتحطها هنا عشان تمسك. حلو جدا. ماشي اهو ظهر بالظهر نفسه، بس لازم تتحط في الشوكولاته. انا بس عشان الهواء منك الشكل، لكن انت يفضل انك تحط البوبس ده هو في قلب او العصايه نفسها تحطيها في قلب الايه، في قلب الشوكولاته عشان تمسك معاك وانت بتاكليها ما تقعش، لان لو الطبيعي ان انا عملتها كده دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هتقع مني، لكن الشوكولاته تخليها تمسك. نعمل واحده هنا كمان، وده كانت الحلقه بتاعتنا النهارده. يعني اتمنى ان شاء الله الحلقه تكون اعجابكم بجد، عملنا حلقه كده لطيفه جدا، وما رضيتش اعمل حاجه تانية غيرها، كريمه كلها كريمه شوكولاته، عملنا منها جاتوه، عملنا منها كب كيك، وطلعنا شكل كلاسي جدا وسهل بسيط جدا. تقدري تعمليه حاجه في البيت ان شاء الله تعمليها و يعني تتبسطي منها النهارده بجد، يعني خصوصا حاجه طعمها حلو. مقادير الفادج 5 6 عدد بيض، دي كنا عاملين مقادير كبيره، طلعت كميه كبيره. انت ممكن تقسمي المقادير دي على 2، ربع كيلو من السكر، 200 ملي من الزيت، 200 ملي من الميه، نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من الكاكاو الغامق، 1 باكو من البيكنج باودر، وعندنا شويه فانيليا صغيرين. بس كده دي المقادير بتاعت الفادج اللي احنا عملناها، والجناش والكريمه. مفيش اي حاجه تاني عملناها النهارده غير اللي احنا عملنا الصنعه المظبوطه، تقطيع ازاي، الفادج بيتعمل ازاي، الحاجات التفاصيل الصغيره كلها بفضل الله بنقولها في الحلقه. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج المطعم. سلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.